مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الخميس 15 من شهر فبراير شباط 2024 من بعقوبة مركز محافظة ديالى. اليوم ننقل لكم بورصة الأسعار لسوق الطيور والحيوانات المختلفة في محافظة ديالى. تحياتي لكل واحد يتابعنا، يا ريت على قدر المتابعة، اللي لا زال ما مشترك خليه يشترك، واللي مشترك يضغط لنا لايك حتى يصعد المقطع ويوصل للجميع. كلكم على راسي، وشكرا لمصورنا العزيز. بالسبعة ان شاء الله، بالسبعة بالليل. بيريا ذني زوجهن 15 ريال. كله حمام سوق مدينة معقوبة. حبيبي ما لا تكذني، تعال هنا. شلونك؟ عيوني يا بهلا. شو اسمك ومن يا مكان؟ حسن رسول من الخالص. على راسي. الله يسلم راسك. الاسعار بيش التك؟ اشكال باربعة وخمسة وبثلاثة. التك؟ ايه. التك؟ ايه. ثلاثة. يرهمك بخمسة وبستة. حتى يرهمك الزوج بخمسة مو؟ اكو باربعة. اكو باربعة. اريد هذا اريد شاهدينا، هذا كله سوق بعقوبة، سوق الطيور، سوق الحمام، الطيور والحيوانات المختلفة بهذا السوق. والله احنا من بغداد ما طلعنا في والدي انت بتطلع وتدلل. هذا علاوه شوف هذا كله غالي. هذا صوتك هذا ما هدنا بغداد، هذا دياله على راسك. على راسك استحيت من الله يسلم راسك. رحم الله والديك. يطلع يطلع التيك توك اليوم. ايش هذا التيك توك؟ انا مش الرايه هذا، انا مش الرايه. على راسي عمري. الله يعطيك عيني، تشرف فيك. هنا ابو حاتم، عين ابو حاتم، شنو هذا؟ هذا بدرنج. بدرنج؟ اي اي ايه؟ هذا نيشان ويا الحمر يسموه، هذا ما حد بحاله والله، بس ابني شو بين؟ ابني اي ابني بحاله، الحمر الصفور اي. شلون اسعارهن؟ بالحصار بيش بيش؟ بيش زود كل على 6 على 8 6 و 8 زود ابني زود 10 ابني الصفر كولكتر السوق مال بغداد. لا 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 احنا ما لك سوق. انا اقول لك غير هنا ياخذوا قلبي يودوا بغداد، عامل عليه بغداد يقول لي زود ب 15 وعلى ابو الحسن. زين اصبر عامل عليهم ريت يقول لي ب 20 عمي ب 15 دليله جامي حافي يا ابو ماجد. شوفي 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 ابو حاتم. اين ابو ماجد؟ عمري عيني انا كل الخميس. شكل هذا احنا هذا احنا نقول الكل على باب الله طبعا. اي ورده مال الله نشوفه. اي هاي عند الجنه وعندك عند غيرك ما حد بحال ما يعرف. ابو حاتم عيني هو المال الزين شو يضمه؟ هلا المال الزين اي شو يضمه؟ ما ينضم. اي باك ومبين صحيح. يا عيني يا ابو ماجد. عيني عمري عيني. ليش دني الحمر عيني؟ بس تصورني حمر تومر ما طلعك ولا طلع ابد تدلل. بيع الحمر بيش؟ عمي دني ب 20 الزوج. هنا دي ب 30 دني. روح حاج حاج صورني. ايش عندك انت؟ عادي تور صفر حمر. شو هسه هذا؟ اي بيش التك؟ 2000 3000. 2000؟ هذني على 2000 الزوج التك؟ ايه يعني يرهم الزوج ثلاثة. يرهم يقول الزوج ثلاثة. يلا صح. انا عمره عيني عيني على راسي هلا بالاستاذ. زوج عربي. سام عيني شلونك؟ والله الحمد لله. شلون صحة؟ جاي مشتري بايع؟ لا لا بيعه. تبيعه؟ ايه. بيش هذا؟ ب 2000. بالفين؟ يعني يرهم بلف؟ لا ما يرهم. الف ونص؟ اي يرهم. يرهم بالف ونص، وسامي يبيع بالف ونص. خير ان شاء الله. كم عيني؟ شلون صحتك؟ ها محمد؟ عيني خالي. شلونك عمري؟ يا هلا. اليوم شنو؟ اليوم والله عندنا
الحمام نبيع. بعته؟ ان شاء الله. وين الحمام؟ والله ما بعناه. هذين الحمور؟ ايه. بيش؟ بعشرة زوج. زوج بعشرة بايح لمحمد، خير ان شاء الله. علاوي عين شلونك؟ من يوم كان انت؟ شهر امام. هذا اشتريتين بعتين؟ لا والله للبيع. قال البيع بيش ذني؟ والله بق 15. شنو نوعين؟ شكرية وشعلب اسود. شكرية وشعلب اسود، خير ان شاء الله. شلونكم عيني؟ وهرز شلونها؟ والله بخير عمري. هذا شنو تور؟ تور اي بيش؟ اذا بستة. خير ان شاء الله. الزوج بستة لو الواحد؟ لا الواحد بستة. تك ابو عيون السود. خير ان شاء الله. هاي ابو عيون السود؟ اي ابو عيون السود. يابا هذا ابو عيون السود ما جوز انا. صدق؟ اي اي. استاذ ماجد. عيني. ابو احمد. عمري. شاهديننا سوق الطيور والحيوانات المختلفة اليوم. طبعا رغم اجواء المطر حبيبي الله يحفظك. السوق ما شاء الله مزدحم. هياك البشر. عيوني بيش الزبير يا ذني؟ بيش التك؟ على أربعة التك. ذني بأربعة التك. صحيح هات أصايل. اي. اي. الزوج مالهن 45. اي 45 فرخات هن ينباع 25 ب20. نعم. بس في أصايل. اي العالم ترغب. الهم الهم رغابة. رغابة موجودين حاليا هسه كلها رغابة خالص ديالة بغداد كلها مرغوبة. خير إن شاء الله. عمري. هلا ذني ما صيد تك بخمسة. يعني أنت صايد من غير؟ إيه ما صيد. بين الطيارة وفحل الطيارة وفحل ملاك جزء فراغ راح أرجعه لأن ما يكسب من سعره. ليش بيش إيش قد سعره؟ 30 أربعة. أربعة بثلاثين. هنا سعد من شهربان تحياتي لك. هذا الزوج ماله كان لمايات بخمسة والوزن مالنا الزوج بعشرين. زين. هسه من قاموا ياخذون الكراد صار الزوج بستين وبسبعين وخمسة وسبعين. يابا. وهذا البطن مصر الفحل بعشرين والنثية صارت بعشرة. كان الزوج ماله يعني 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 سوقه غالي صار. ليك هذا صعدوا يعني الوزن كان عندنا احنا نبيعه بعشرين هسه بسبعين الف قاموا ياخذون الكراد. بعشرين الزوج؟ الوزن كنا الزوج تاخذه بعشرين. هي ابيعها ب 25 30. خوش حكايه. هسه على الكراس صار 70 لا صار خالص. يلا إيه. الكراس سووا الوز ب 70000 يعني الله اعلم جزء بعد ما وزنه ما يبقى لان سووا ب 70000. ايه كان ب 20 وهذا البط قلت لك الاميات كانت الوحده بخمسة. نعم. هسه انا ماخذن جمله 8. ها هذا جمله ماخذه الزوج ب 8 الصغار. ذني ذني الافراخ. ايه بدون حلفان واثقين من عندك ان شاء الله. الزوج بثمانية ذني ماخذهن. هذا هسه وز؟ لا فرخ بطل. بطل فرخ الوز ب 25. اها نعم. عندنا سؤال للشباب. ثم متوسطة بالمتوسطة. لا اعدادية. اعدادية انت. خير ان شاء الله. زين. النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم عندما اذوا قومه بمكة انتقل الى مدينة هاجر الى مدينة أخرى. يا هاي المدينة اللي هاجر إلها. مكة اللي منورة. مدينة المنورة. مدينة المنورة. ما يصير جواب هذا. مدينة المنورة. كنا جميع. كنا جميع. يا الله خير إن شاء الله. يا الله. هذا. كنا جميع. يوسف أحمد يوسف. نعيمي. على رأسي. أنت والنعيم على الرأس. الفناجس لأن الزوج بثمانية مو؟ بثمانية. وأكو بعشرة. الشكريات بعشرة. الشكريات بعشرة. زين. أريد نسألك يوسف. طول. يبارك فيك. هاي شنو يعني يأكلون بيضة هين شو استفادوا؟ لا هاي استفادوا فروخ. للزينة. للزينة. إيه للزينة. خلينا نقول يتونسون عليها. إيه يتونس عليها. آه. إيه. مو للذبح. لا لا ما يذبح على الني. ها؟ لا لا ما يذبح. هذا للزينة. إيه. إيه. شو العصفور شمركته؟ نفس الشيء. زين. على راسي عمري. بارك الله. عيون ابو حسين. عيون استاذ ماجد. شلونك الوجيهيه شلونها؟ والله بخير تزهو. اليوم اليوم هالمطر عايف الوجيهيه وجاي. اي أيوة والله شو نسوي؟ خيرك شكو؟ والله جينا نشتري بزون للجهال. شنو؟ بزون.
خير ان شاء الله. اي والله جهنم تنبزون يستاهلون. اي والله يستاهلون عيوني. اي والله يستاهلون. قلت لهم لا لا والله بعد ندور. يلا تلقى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب احمد على راسي. شلونك عيني؟ شوكم عيني. خليك ها بالزرازير. بالزرازير اليوم بالزرازير. خير ان شاء الله. اي والله. اي هاي قناه ابو احمد على راسي. قناه ابو احمد جاي المعقوبه اليوم الصبح. لايك لايك واشترك لابو احمد. ممنون ممنون يوفقك على راسي عيني. مشاهدينا احنا دائما نشجع العمل وخصوصا عمل الشباب واخونا برهان الطائي من حد مكسب. تحياتي لك. تحياتي لك. يبارك فيك على راسي. هذا عادة مثل الاخ تشتغله شيش صيني مثل هاي العودان انت تقطعها وتسويها. وسعف عراقي من سعفنا. اي هذا اللي يقول له شلون يقول له سعفو سعفو كرب ظليت. ها نخل السماوي يقول السماوي يقول طرتني سمرة سعفو كرب ظليت ما بي ثمرة عيني. كل التوفيق ان شاء الله. ها النجم يسلم عليك هواي من هبهب على راسي انت وياه. دائما يسلم عليك. شلون هم اهل هبهب؟ والله زينين صيادهم زينين على راسي. موسم بعد سلم لي على سبهان ابو ابراهيم. اي سبهان راس الابحار. اما اخونا ليث من باب الدرب فعنده طريقه تختلف عن الجماعه. يستخدم اللوح والسيم المشبك. هذا السيم المغلول. اي احكي لنا عليهن. هذا مصممه على شكل قفص مال بلبل. نعم. اي يستخدمونه بلبل بلاب الحوض مناجس يصلح كل شيء يرام هو. نعم. بس احنا نستخدمه للبلبل. هذا البلبل خير ان شاء الله. سيم مغلول حتى ما ياذي البلبل. حلو. هسه هذا شلون سعره؟ قياسات هذا نعم. سعره 8000 10000 جنبيعه. اه ايه هذا لوح مال سكيب مو لوح مال نجاره يعني. نعم. هذا وانت بشرحه ومستخدمه. ايه انا شرحه وانا استخدمه وانا عندي نجاره بالبيت يعني. بالبيت. ايه بالبيت. عندك ورشه؟ ايه ورشه بالبيت اشتغل بالبيت. كل التوفيق. الله يسلمك. تشتغل جمله ومفرد؟ هو جمله ومفرد المحلات هنا الشباب. خير ان شاء الله. ايه نطلب من الله يوفقك. الله يوفقك على المستقبل. حيني. انا استاذ ماجد عمري على راسي. صباح الخير. صباح النور. شلونك عيني؟ استاذ ماجد شو اليوم عايف الجوبه؟ والله اليوم جاي علم للمحميه. خير ان شاء الله. عندك ايه. محميه؟ اي محميه. اي كميه بغبغات كوكتيل كوره مخلط يا لوز اخذت فحل غير ويارش مو البيحه. هاي لا هو عنده محميه. والله عنده محميه وجالب. اي خير ان شاء الله. سلمك كل التوفيق. احكي لنا شو تسوي بالمحميه؟ والله هيك زينه هيك تتونس عليها. تتونس عليها تكاثر. نعم. ترى مو كل شيء منفعه ماديه. لا مو كل مرات منفعه للروح. للروح العائله كلها تتونس. عصريه قاعده. اصدقائك من يجون يمك يتونسون. صديق المفضل مهند من الشيخ مهدي نقعد انا وياه. على راس انت وياه. عيني. نتبرج عليك. هذني بيعهن 10000 الزوج. طيور بنغالي موزمبيق بيش؟ 20 زوج البنغالي. بنغالي ب20 موزمبيق ب40. موزمبيق ب40 الزوج. كريم بيش الزوج؟ 15. الكوكتيل زوج 50. بعدش عندك هذا شنو هذا؟ روزيلا ناري. شنو؟ روزيلا ناري. روزيلا ناري 90. حلوة. هذني جرة هندي زوج هندي ايش؟ اه مو هندي تقول؟ 190. هاي الدرة 175000. صاحبها يقول الطقطق وتناغي. بلبل عراقي ربا هذا ب60 يرجونه. هذا القفص ب3000. وذنيك الزوج ب40. طور ذني طور؟ طور اي طور ب40. انت يا فحل. نعم زوجهم ب40. وهذا القفص ب3000. هذا القفص ب3000. شغلك هذا؟ ايه ها والله شغل له وينه. هذا بلبل مستورد يمكن سوري. الواحد رايدينه ب20. هاي السمان الزوج 5000 دينار.
طفل طفل زوج بيت خمسة وثلاثون كناري زوج خمسة وثلاثون هاي الأقفاص من شغل أخونا طاهر الجبوري نشتغله سعف شو اسمه أخضر نعم والشيش نشتري صيني ها والله الشيش هذا اللي يعني العيد العودان هاي صينية صيني جاهز جاهز كل شغلك هذا اي كل شغل بس أقفاص بس أقفاص هسه مفرد بيش جملة بيش لو ما تشتغل جملة لا شو ما اشتغل جملة يا تشتغل جملة بلا اشتغل جملة اي هذا سعره 15 هسه هذا سعره 15 بالمفرد اي بالمفرد بالجملة اقل بالجملة اقل اي ماجد شلونك على راسي هلا هلا عيوني حمام الملكي احمر وعادي اثنين نفس السعر لو اكو فرق هذا ب 15 هذا العادي 15 الزوج هذا 30 والاحمر ب 30 ودائما اكو مجال بالاسعار مو محمد عيني صباح الخير صباح النور على الاستاذ ماجد شلونك عيني الله يسلمك جايب شيء اليوم للسوق اي والله جايب الله شو والله نزلنا تور اليوم تور اي والله تور وحمر الحمر انباعت وبغت التور خير ان شاء الله هسه هاي ال تور اي ذن رصاصيات الرصاصيات حلوات ذن تشينيات ذن هذا رماني لا احكي لي عن الرصاصيات حلوات شلون مو حلوات لعاد اي بيش ذني ذني ب 30 الف استاذ ماجد 30 يعني رهمن ب 25 اي والبقيه البقيه التك على 10 يرهم ب 8 تك ب 10 يرهم ب 8 هنا عندك التك ب 3 هناك عندك التك ب 3 هذني زين شلونك عمري مبارك ليك شلونك عيني شلون صحتك شلون هاي مال قلب قلب يلا قلب 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 تور حب اول شيء هذا ريمبو والسعر 35 به المجال ما به المجال قفل يقول صاحبه هذا اللي شنو نوعهم هذا انجليزي انجليزي والسعر سعر 60 ايضا ما به مجال كل جملة قفل هذا الزوج 35 35 والنوع نوع مسكر مسكر هذا جرمو زوج 50 هذا جرمو زوجي 50 فناجس هاي شنو جسمه زوج 10 زوج 10 زوج 20 خير ان شاء الله هذني على 10 10000 الزوج والكوكتيل الزوج 75000 شكري برصاصي الزوج مالته 25000 الحبريات ب 45000 الزوج والصفر ب 40 الصفر ب 40000 ذني ذني ب 30 ثلاثه ب 30 هذا براكيت مغرد يعني تخلي بالبيت يظل بس يصيح غرد اي ايش قد 45 45 وفي مجال لو خطر في مجال بلبل طار اثنينهم اثنينهم ب 40 يعاملون عليهم بلبل عراقي هاي كوكتيل الزوج مالته 60000 الدرة ايش قد سعرها قال؟ 190 أليفة 190 أليفة وناطقة وعبد الهادي شايل هاي الكوبرا ايش قد يتعامل عليها؟ فحل 50 بمجال فحل كوبرا ب 50 وبمجال فحل كوبرا ب 50 وبمجال عيني مصطفى شلونك؟ يا هلا يا هلا شلونك؟ يقول جيتك معتني ومقصود لجل الملقى والشوفه جيتك والبشر محدود صبره وعينك تشوفه شلونك عمري مصطفى؟ يسلمك شلون صحة؟ شلونك شلون عافيتك؟ الله يحفظك صورت وياك كم مرة؟ اي ايش بيهم قلت جماعتك؟ ما اعرف يا هلا يشوف المقطع ما تدز لي على الخاص هاي من محبته لك ترى إيه لا الحمد لله عيني. انا بقول تحبنا وتعرفنا خير ان شاء الله احكي لي هذا الدجاج بيش والله هذا
نرجع على نقش الباجله يسموه. ايه شنو؟ هذا نقش الباجله. نقش الباجله. ها ورد الباجله. ايه هذا. هذا يقول له شكون شكون ورد الباجله؟ هذا العرب الاصيل. ايه هذا زين. هذا برقيبه. دخلنا في تيم. ايه هذا هسه عرفناها كل الموجودات، بس الاسعار. اسعار غني ب 50 الزوج. 50 الزوج ورد الباجله. ايه وهذا برقيبه هم ب 50. برقيبه هم ب 50. ايه ان شاء الله. صباح الخير. ها صباح الخير. يا هلا بالحجي. شلونك؟ الحمد لله. شنو صاير؟ سمعك ثقيل. اي والله ثقيل. الاثنين خما صار ثلاثة. من الخسارة من الخسارة. امين. الاثنين خما صار ثلاثة. لا ها ليدوه. اقول لك هذا ما صار ثلاثة. خير ان شاء الله. الجريب خما صار بعيد. لا مو بعيد. ها زين. ايش جايب لنا اليوم؟ شامي. جايب شامي. ليش الشامية؟ شام بيش الوحدة؟ 75 60 75 نسيب 35. اه زين خير ان شاء الله. فروج هذا عرب مو؟ فروج عرب بيهن عليبي بيهن عاديات. زوجهن عملته بعشرة. الزوج كبار شوية. فيه مجال فيه مجال فيه مجال يعني بسبعة ثمانية يرهم المو. ها؟ لا يرهم يرهم. ها خير ان شاء الله. يلا شوامي تكهن على 30. هذا ديش تضريب زينة على عربي. والسعر مالته 10؟ زين هاي الدجاج قد تعامل عليها؟ 35. 35 شو اسمك انت؟ حسن. هلا بحسن. البقيه جوا الزوج ب 35. هذا بقيه هذني الزوج 35. هذا ب 20 وحده. شو اسمك عمو؟ رهب. رهب اسم حلو. وما ادري يمكن مشتريه طير رهب. زين رهب راح نسالك. بيت الله باي مدينه؟ مكه المكرمه. مكه المكرمه. عفيه عفيه رهب. ممتاز. فن البطاط ب 30 وبيه المجال. اما نوعهن فهن صينيات. صيني هذا النوع. دائما الاسعار هنا بيها مجال. هذا فروج بيه. شنو هذا فيومي؟ لا عرب هذا. اه دجاج عرب؟ عرب هذا. خير ان شاء الله. اهراتي حجازي نوعه؟ اي استيراد. استيراد. بيش وحده بيش؟ 125. 125 وهاي دجاجه لو هم ديج؟ هم دجاجه. ها دجاجه يعني اثنين دجاجات؟ ديج ودجاجه. ديج ودجاجه. الدجاجه بيش؟ اثنين 250. اثنين هن 250. حجازيات اثنين هن؟ اي حجازيات. نعم. هذا العنيبي هراتي ب 35. ذني؟ ذني 45. اثنين هن؟ اثنين 45. اثنين هن 45. خير ان شاء الله. سمان ملكي الزوج 6 وبيه المجال اكيد مو؟ يعني يرهمن ب 5. ونسال عن عمار عن هذا القطه اللي شايله. بعض بلدان العربيه يسمونها بسه. بيش هاي؟ 25 نهايه ب 20. نثيه لو فحل؟ نثيه كفوزه كامله. اها والله ملقحه. تلقيحات صحيه؟ عندها دفتر صحي؟ بالبيت. بالبيت عندها دفتر. زين وش قد تطلب عليها؟ 25. هيش 25؟ اي اه 25. نهايته ب 20. خلي هذا ديتش اسباني. هذا اسباني ديتش اسباني ب 35. مالت انور 35000. بس هو انور ماكو. شو وين انور؟ غير اللي طلع نفسه ما يشتري. زين زين زين. ما يحب الشهره انور. ما يحب الشهره. والله الهراتي. الهراتي هاي ب 45. هذا الاسباني ينطبق عليه المثل. ايه شوفه شلونه يقول بغيل وملاح. لا لا بغيل وملاحج الخيل. ها هو والهراتي وين يقدر له؟ ايوه يقدر له بس يسوي له. حاضر. هاي ملات انوار. ايه انوار الجميلي على راسي. هذني مالات انوار الجميلي.
الدجاجة الهراتية بيش؟ الهراتية بثلاثين. ثلاثين. تمام. تعاي تعاي خان. تعاي جيبيها. جو. هذا النوع مالينو انثى والسعر مالها 300 وبيها مجال استخدم للحراسة وللتفتيش. هذا الكلب كلب زينة اسمه تيرير نوعه تيرير يطلبون عليه 75,000 وبيه مجال. هذا دي شهراتي يطلب عليه صاحبه 60,000. هذا النتور زوجين 5,000 دارسينيات. نعم. أفراد وأز الزوج مالتهم بيج على ما بين مجال هذا الخالي ذن البطاط المصريات 2 هن 2 هن 25 درهم على 20 يدفع به الناس 20,000. الأرنب 5,000 دينار. الأرنب 5,000 دينار. ودجاجة هراتيات 2 هن 45. شقد عمره هذا الديك؟ هذا بعد ما عابر سنة. بعد ما عابر يعني مخلف خلينا نقول. نعم. أفراخ الدجاج هذا شنو نوعه؟ تركي؟ ها؟ أفراخ وز كوبرا. بيش زوجها هذا؟ زوج 25 وبي مجال. أفراخ وز هاي هذا الحمام سعر السك من 3 إلى 6 أكوب 3 أكوب 4 أكوب 5 إلى 6 بمجال مو سعر هاي بمجال دائما. هاي نفس الحالة هذن الشكريات دي عامل عليهن 4 ب100,000. هاي زوج يعني عندك يوم واحد هذا النيل زوج 20 زوج 20,000. أما هذا النيل تك 4,000. هذا النيل زوج 15,000 كله دائما به المجال. هاي عملة دجاج عرب التك 15 عملة. أما ذني الحمر الزوج 20 شعكل ديش عرب 20 هذا بلف أخذه؟ ها؟ وجهك لا شو سوى وجهك عمي هذا سيفس او دي كرومي وقسم يسمونه شامي العملة عليه شقد 80,000. نو اوت 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 سيت تاي
said, "Did boy come?" مثل ما جاي يشوفون كلب متدرب على الأوامر يطلب عليه صاحبة 300 ألف، وهذا مالينو، هذا يستخدم للتفتيش وللحراسة، مالينو. الإخوان المتبضعين من سوق الطيور والحيوانات المختلفة في مدينة بعقوبة. مشاهدينا الاحبه من سوق من سوق الطيور والحيوانات المختلفه في مدينه بعقوبه، قدمنا لكم بورصه الاسعار لهذا اليوم. تحياتي لكل واحد يتابعنا ووصل الى نهايه المقطع.